معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب. كابتن طارق مشرف ومنور حبيبي يا كابتن كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله بخير؟ وحشني والله مفتقدينك. حبيبي والله، طبعا ربنا معاك وانا كمان مفتقدك ومفتقد الطقم كله يعني. حبيبي يا كابتن طارق، بداية أنا عايز أسألك امبارح على مشاركة مصطفى شوبير، مشاركة طارية أمام فريق سيراميك كليوباترا في كأس الرابطة، شفت أداؤه عامل إزاي؟ في يعني إيه الراجل فجأة بيتفاجئ كل شوية في مباريات حاسمة وصعبة يعني. بص، طبعا ما فيش شك إن مصطفى جول واعد وجول عنده شخصية، ويعني من الأجوان اللي ما تقلقش عليها خالص، في أي وقت بينزل مصطفى بيأدي بشكل كويس قوي، وده راجع زي ما قلت لحضرتك، دايما الشخصيه بيبقى عامل مهم قوي، عشان بالذات في اللعب في النادي الاهلي يعني. وشفنا ده كتير في ماتشات كتير في نهائي افريقيا، وحتى ماتشنا مع في الدوري السنه دي اللي لعبه مصطفى شوبير مع المقاولين العرب، مصطفى قدم مستوى كويس. فانا يعني موضوع، ودايما دي ضريبه الحارس اللي بيبقى وبينزل، يبقى دايما لحد ما بقى بيستقر مع الوقت، بتبص تلاقي بيلعب شوط، بيلعب ماتش، بيلعب ماتشين، بيلعب نهائي افريقيا، هي بتمشي كده لحد ما الحارس ده بيمسك فيها وبيبقى اساسي في يوم من الايام يعني. صحيح. او بياخد وقت، العفشي صغير في السن بالذات في النادي الاهلي، بس لما بيلعب بيكمل بقى لحد ممكن 40 سنه و45 سنه، وشفنا حراس مرمى كتير طيب بيلعبوا في سن متقدم. طيب انا عايز اسالك كمان على ما قدمه محمد الشناوي طوال كاس العالم للانديه وبدايه هذه البطوله، بطوله السوبر، ومستوى رائع جدا وثبات رائع في المستوى. بص، محمد الشناوي طبعا بيأدي يعني في اوقات كتير يا كابتن كريم، كنت انا معاه حل، حتى لما يبقى في اخطاء، فاكر حضرتك كتير قوي جينا واتكلمنا وبنحلل الخطا وبنقول لو في خطا بنقول في خطا، بس بيبقى الخط رد الفعل بتاع السوشيال ميديا والاعلام بشكل عام بيمسك الشناوي، يعني اكن الشناوي ده مثلا مالوش تيخ، ما عندوش رصيح، ما عندوش ده، بنبقى احنا بنتكلم بموضوعيه كبيره جدا وبنحلل الخطا وبنقول في خطا فعلا، بس ما بنوصلش بقى لدرجه ان يبقى في تهكم على الشناوي، والشناوي مش عارف خلاص الشناوي ما لا، الشناوي جول كبير، الشناوي عنده رصيد كبير جدا مع النادي الاهلي، الشناوي قدم مستويات كتيره جدا في كاس العالم، بكل كاس عالم لعبه مع النادي الاهلي خلال الاربع برونزيات اللي طبعا عارف ان في بطوله ما كانش موجود فيها لما اصطاد مع المنتخب، انما الشناوي قدم مستوى كويس جدا في كاس العالم اللي احنا لسه مخلصين اهوت، بالذات المباراه الاولى. صح. اللي وصلت انه يلعب على المركز اللعب طبعا على الاول يوصل نهائي وبعد كده ما وصلش فلعب على الثالث والرابع. صحيح. المباراه طبعا اللي صد فيها ضربه جزاء من بنزيما وصد انفراد قبل ضربه الجزاء كانت تبقى ممكن 1-0 وبعدين ضربه الجزاء كانت ممكن تبقى 1-1، فهنا دايما بقول ان الشناوي بيصنع الفارق في توقيتات مهمه. طيب.